دنا سيادنا، صباح الخير عليكم وصباح النور بحو التيسي وعواش مبروك على كل المغاربة وكل المسلمين. الله يدخل علينا هذا الشهر بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله، والله يرفع علينا هذا الوباء في قريب من الأوقات. إذن دائما مشاهدينا من خلال هذا البث المباشر وإياكم اللي من خلاله كنحاولوا باش نقربوكم على الجديد والمعطيات الحصرية والدقيقة وكل المستجدات المتعلقة بمرض كوفيد 19. إذا من خلال هذه الجولة ديالنا وقبل من الحصيلة غادي نحاولوا باش نقوموا واحد الدويرة كما تنقولوا في مدينة فاس، خصوصا في الصباح حنا كنعرفوا يعني ما بقى لنا والو باش نستقبلوا سيدنا رمضان. لهذا بغينا اليوم باش نشوفوا واحد الجولة صباحية وكذلك نشوفوا الناس اللي هما انهم متابعيننا على اللايف وفايقين بكري، نشوفوا شنو كيديروا، كيف داز صباحهم، كيفاش مدوز الحجر الصحي، شنو هما الحوايج اللي استافدوا من الحجر الصحي اللي هما حوايج ايجابيه. اذن اكيد غادي التعاليق باش نشوفوا كل واحد واحد يعني كيفاش كيدوز الحجر الصحي ديالو. دائما كما تنشيروا ان هذا اللايف الغايه ديالو هو اننا نكون قابل لكم، تماما عليكم انكم تجلسوا في المنازل ديالكم. حنايا غادي نقابل لكم كل خبر، كل معطيات كبيره صغيره حصريه ومباشره على قناه شوف تي في. ما عليكم الا نتوما تجلسوا في المنازل ديالكم، حنايا غادي نكون قابل لكم من خلال هذا البث المباشر اللي من خلاله واياكم كنحاولوا باش نوجه لكم رسائل نبيله اللي من خلالها تحمل يعني معاني ديال التوعيه والتوعيه والتحسيس، خصوصا في هذه الظرفيه اللي كنعيشوا حنايا كاملين، اننا شيء يعني خاصو يمثل يد المساعده وشيء وعي شيء يعني هنا في كتبان يعني التضامن والتاخي بيننا كاملين، خصوصا في الظرفيه اللي كيعيشها البلاد ديالنا. وان شاء الله اللي غادي نتغلبوا على هذا الوباء اكيد الى التزمنا بالحجر الصحي ديالنا وتبعنا يعني التعليمات اللي كتعطى لنا من الجهات الرسميه. اكيد اكيد غادي نخرجوا في قليل من الايام ونرجعوا للحياه اليوميه ديالنا. خصنا اننا نزيدوا نضبطوا ونلتزموا، لان الالتزام والانضباط يعني شيء كبير باش اننا نخرجوا هذا الوباء في سلم وسلام. اذن حنايا في هذه اللحظه في اطلس غادي الطريق صفرو كيف ما وعدنا المشاهدين البارح، يعني قسمنا لي لايف على باقي المقاطعات باش كنقوموا بواحد الجوله اللي من خلالها انتم تتابعونا على اللايف. لان سيدي بوجيده بفتوح ومن دباب عين قادوس حيت تغات، دابا اليوم حنايا على مستوى طريق صفرو باش نقابكم من كل المستجدات الدقيقه والحصريه، كذلك كيدير الاجواء في الشوارع. ما عليكم انتم دائما خليكم في الدور ديالكم وغادي تتابعونا داكشي اللي في الزنقه غادي تشوفوا معنا على المباشر. ما عليكم الا نتوما تلتزموا معنا في البيوت ديالكم وان شاء الله غادي نتمنوا السلامه. عبد الحق السلام عليكم خويا عبد الحق، صباح الخير عليك، تحياتنا ليك. ادريسي صباح النور خويا، عواش مبروكه بالصحه والسلامه والله يدخلها علينا وعليكم بجميع المتمنيات ان شاء الله. محمد القاسمي قال لك خويا تحياتي خويا حي السعاده، الناس السعاده تحياتنا لكم. كنا دائما في اطار الجولات ديالنا اللي من خلالها كنحاولوا نقابل لكم المستجدات والمعطيات الحصريه. دزنا من السعاده ودزنا من حي الازهر وحي باضه، ولكن دائما حنا غادي نلبيو الطلبات ديال كل الناس اللي كيبغيونا اننا نوصلهم رسائل، خصوصا نوجه لهم يعني بزاف ديال الحوايج اللي تيكونوا هما مهمين اللي من خلالهم تقاسموا معلومه تستافدوا كاملين. هذا هو الغايه ديالنا دائما من هذا البث المباشر، يعني نتقاسموا كل حاجه اللي هي تنفعنا وكل حاجه يعني كتحمل رساله نبيله انها مليئه بالتوعيه والتحسيس، خصوصا في هذا الوقت هذا اللي كنعرفوا دائما من خلال وياكم مشاهدينا كنحاولوا باش نقربوكم ليها. إذا حنايا دابا في طريق صفرو كنشوفو الأجواء الصباحية، خصوصا يعني الحجر الصحي غيدوز في رمضان يعني بواحد الظروف اللي هي زوينة بزاف،
انا كنعرف افضل الانسان كي يبغي يرتاح، كي يبغي بزاف تكون سلطه. يعني هذا دليل ان باش ان شاء الله في رمضان انا لكل واحد يزيد يلتزم بالحجر الصحي ديالو 100%. وان شاء الله الا تبعنا التوجيهات والتعليمات اللي كتعطي لنا من الجهات الرسميه اللي هي وزاره الصحه ووزاره الداخليه، اكيد ان شاء الله غادي نتغلبوا على هذا الوباء قريب ان شاء الله، وغادي نخرجوا ونعيشوا الحياه اليوميه ديالنا. كذلك كنشكر المغاربه لانهم ملتزمين بالحجر الصحي، متبعين التعليمات ديالهم، اكيد باغيين الخير لينا كاملين. كذلك ما نساوش اننا نشكروا كل الناس القيمين، الناس اللي كتبقى فايقه باش تشهر على الراحه ديالنا، اللي هما الاطباء الجيوش، اللي هما ربما عطاوهم الجيش الابيض انه كيسهر على راحه، كيسهر على راحه ديالنا، كيبقاو فايقين، كيشوفوش وليداتهم، كيشوفوش والديهم. كذلك الناس ديال البوليس الامن الوطني مشكورين لانهم كيخدموا في جميع الظروف، في الشمس في البرد كيبقاو واقفين، هادشي كله باش يسهروا على راحه ديالنا وعلى راحه المواطنين والوطن كامل. الناس القوات المساعده، الوقايه المدنيه، الدرك الملكي، السلطات المحليه، اعوان السلطه، رجال النظافه، كل اي واحد دائما كما كنقول يعني اللي كيسهر على هاد البلاد وكيسهر على راحه الوطن والمواطنين، يعني كنحييهم كنشجعوهم لانهم ما شاء الله يعني ساهرين العيون التي لا تنام. حنا تكونوا ناعسين هما فايقين 24 ساعه على 24 ساعه، لانهم كيخافوا على السلامه ديالنا وباغيين الخير لينا كاملين وباغيين الخير للوطن. اذا كنحييهم باش حنا نعاونوهم اننا نزيدو نلتزموا في البيوت ديالنا، ونزيدو نكتفوا في المجهودات ديالنا، ونزيدو نصبروا. والحمد لله هذا الشهر رمضان ربي يعطينا واحد الصبر اللي هو قوي، اننا غادي نزيدو نلتزموا بالحجر الصحي ديالنا. كذلك بالنسبه للناس اللي خرجوا يتسخروا، دائما كيف ما كنقولوا، دائما كيف ما كنشير في اللايف، يخرجها واحد ولا كانت الضروره القصوى، يعني منين يرجع يدير الاحتياطه ديالو لازمه، الكمامه يستعملها ضروريه، ما يقولش انا خارج غير هنا للحانوت ونجي. يعني الكمامه كندوا على السلامه ديالنا، ماشي كنديروها باش من يعني من ما نكونوش مخالفين، لا، الكمامه كندوا على السلامه ديالنا. واخا نكون خارج للحانوت ندير الكمامه ديالي، منين نرجع يعني نتعامل معها بواحد الطريقه اللي هي سليمه. ولا كانت بغيت اللوحه يعني نديرها في واحد الميكا ونعقدها، واللوحه في البلاصه ديال الكتله في الاسبان حشاكم. يعني هاد الامور كلها تبارك الله المغاربه عارفينها، ولكن ما فيها باس اننا نزيدو نذكرو، لان هذا شيء كيذكر شيء، لان حنا صبحنا كلنا عائله وحده، كلنا خوت، خصوصا في هاد المرحله خصنا نضامنو، يعني نديرو للكبير تكون كانت معنا واحد الحب والتآخي والتعاطف، باش ان شاء الله غادي نخرجو من هذا الوباء ونرجعو للحياة ديالنا اليومية. إذا انتوما بغينا نشوفكم كيفاش كدوزو الحجر الصحي ديالكم، شنو الحوايج الزويونين اللي استفدتو من خلال هذا الحجر الصحي. يعني بزاف ديال الميساج اللي كيوصلوني، عديد من الناس تعلموا حوايجات اليوم زوينين غادي يفيدوهم مدى الحياة. كاين اللي ما كانش يتقن اللغة ولا كيتقن اللغة، كاين اللي ما كانش كيدير السبور ولا كيدير السبور، كاين بزاف البنيتات اللي كانوا ما عارفين شي أمور في الكوزينة ولا كيعرفوها، كاين بزاف ديال الحوايج. اش نقول لك، يعني بزاف ديال الحوايج اللي اننا استفدنا منها، خصوصا من الحجر الصحي اللي بغينا واياكم مشاهدينا نعرفكم كيفاش، شنو هما هاد الحوايج اللي نتوما تعلمتو، كيفاش تعلمتو، شحال الوقت من خلال هاد البث المباشر. ام دعاء صباح الخير، كنتمنى لك تكوني بخير ام دعاء، تحياتنا ليك للاسره الكبيره والصغيره ديالك. دائما نحن في قلب الحدث باش نقلوا لكم المعطيات، اخبار جديده حصريه والمتعلقه كذلك مرض كوفيد 19، اللي دائما كنطلب ان المغاربه الله يعطيكم الصبر، تجلسوا في ديوركم. يعني هذا الشهر خصنا نكونوا صبرنا اكثر من القياس، واخا الحمد لله في الشهر الاول احنا صبرنا والناس التزموا والناس كذلك تبعوا التعليمات اللي كتعطى لهم، ولكن هذا الشهر رمضان بغيت حتى واحد ما يخرج من الدار ديالو، بغيت الالتزام يكون 100%، واخا هو ما يناسب 100% ولكن يكون اكثر، لاننا باش نعاونوا السلطه ونعاونوا الدوله ونعاونوا كل الناس اللي ساهرين على هذه البلاد، الله يخليهم لنا، وكذلك الله يخلينا ملكنا محمد السادس نصره الله. يعني دائما خصنا نكونوا بجنب الدوله ونزيدوا باش نعاونوهم اننا نجلسوا في البيوت ديالنا ونتبعوا التعليمات اللي كتعطى لنا، واكيد ما غادي يكون حتى شي حاجه ان شاء الله، وغادي نخرجوا من هذا الوباء في قائم الاوقات.
اذا كيف ما عودناكم ما سخيتش بكم خلال هذا اللايف، غادي نعطيكم موعد باش نتلاقاو في لايف الحصيله باش نقدم لكم اخر المعطيات المستجدات متعلقه بكوفيد 19. خليكم معنا ما تمشي منين.